فحول هذا الموضوع ينضم معنا أيضا من بغداد رئيس مركز اليرموك للدراسات الاستراتيجية الدكتور عمار العزاوي. مرحبا بك دكتور. يعني لعلك طلعت على الخلاف الذي فاحت ريحته في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بين حزب تقدم ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، ما الفتيل الذي أشعل هذا الخلاف برأيكم؟ نعم، بدءا تحية طيبة لك يا عزيزتي ولمشاهدي قناة التغيير الفضائية. نعرف جيدا أنه بيان يوم أمس والتصريحات والرد على ما ذكره رئيس الوزراء الأسبق السيد حيدر العبادي في لقاء متلفز قبل فترة، عندما ذكر يعني أمور أرى أنه التي ذكرها لم يكن لها داعي، موضوع العفو العام، حقيقة أنه البعض يريد أن يطلق الإرهابيين من خلال أو من خلال أنه هنالك فقرة لاعتبار القتلى شهداء من داعش وغيرها من الأمور التي ذكرها، وكان بها نوع من اعتبرت نوع من محاولة إثارة أمور أو محاولة العزف على أوتار ربما انتهى لحنها السابق، موضوع أيضا عودة المهجرين وأبناء المناطق المحررة أيضا، هذا جعله يكون هنالك رد من قبل بعض أعضاء مجلس النواب وخصوصا رد السيد هيبة الحلبوسي رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية عندما ذكر السيد العبادي وقال له أنت في تلك الفترة كنت القائد العام للقوات المسلحة، فكيف تتكلم عن أنه هنالك مجاميع مسلحة أو ميليشيات هي من أعادتنا؟ أيضا كان هنالك رد من ائتلاف السيد العبادي في يعني أراها أنه ربما إجابات وربما ردود ليس الوقت مناسب لها، لأن هنالك ربما مواضيع وهنالك قضايا وقرارات نريد لها أن تمضي وهي أهم من هذا الموضوع أو هذه الطروحات التي أصبحت من الماضي والتي ربما وحتى ما أكد عليه البيان بيان حزب تحالف تقدم عفوا يوم أمس بأنه ما ذكر عندما كان هو السيد العبادي رئيسا للوزراء وهو القائد العام للقوات المسلحة في تلك الفترة، وأنه هنالك الكثير ربما من الملفات التي تركت خلال الفترة الماضية، ملف المغيبين، النازحين، المهجرين، المغيبين قصرا، الكثير من الأمور التي حدثت في تلك الفترة وأثناء العمليات العسكرية وما بعد العمليات العسكرية. أرى كرؤية نظر سياسية أنه الوقت غير مناسب لمثل هكذا طروحات، وليس الوقت هو الوقت الذي يجب أن نتكلم به عن عتب وعتابات وأمور وقضايا، خصوصا وأنه السيد العبادي هو جزء من ائتلاف إدارة الدولة الذي يمثل أيضا تحالف تقدم جزءا أساسيا وركيزية أساسية منه، إذن الجميع هم الآن في مركب واحد من أجل المضي بالبلد وعدم طيب إثارة دكتور المشكلات عمار. والنعرات ربما التي تعتبر طائفية. طيب نعم. الوقت غير مناسب، ملف المغيبين يظهر ويختفي على مدى سنوات، يعني يثير جدلا واسعا ثم ينتهي بالنهايات في كل مرة، المغيبون لا زالوا مغيبون، ما الذي تغير هذه المرة برأيك؟ يعني هذا الخلاف يعني الجديد القديم؟ يعني شوفي عزيزتي، تكلمنا دائما كنا نتكلم ونقول أنه ملف المغيبين والمغيبين قصرا هو ملف مهم، وهنالك قانون نريد له أن يكون من أجل أن نعرف أو مصير هؤلاء، إن كانوا قد توفوا لديهم حقوق، هؤلاء المغيبين أناس أبرياء أخذوا واختطفوا وغيبوا من مناطقهم كما تشير كل الدلائل، لا كلامي ولا كلام سين أو صاد، كل الدلائل تشير إلى أنه هنالك الآلاف من المغيبين، ملفهم هو ملف أساسي ورئيسي لا يجب أن يغيب عن بال السياسي ولا يجب أن يبتعد هذا الملف، هنالك أناس ينتظرون مصير أبنائهم، يريدون أن يعرفون مصير أبنائهم، ما الذي حل بهم، ما هي النهاية لهذا الملف، هذا الملف ملف كما قلت لك ملف رئيسي وأساسي، هو ملف العفو العام يجب أن يكون له نهاية أو توضع له نهاية، لا أن يظل مفتوحا ولا نعرف نهاية هذا الملف، هذه هو المهم والرئيسية، خصوصا وأنه ما وثيقة الاتفاق السياسي التي على أساسها تشكلت الحكومة كان من ضمنها قانون العفو العام كما قلت لك، وأيضا بحث الملفات التي تتعلق بالنازحين والمهجرين والمغيبين. طيب لماذا تصر جهات سياسية على إنكار هذا الملف الحساس يعني ويتم التجاهل رغم
وجود آلاف الأشخاص من المغيبين ليسوا بقتلى، يعني غيبوا واعتقلوا أيضا، ولا يزال مصير الكثيرين ليس هو يعني بملف مغيب أو مقتول، وذكرت أنه لا زال الأهالي يبحثون عنهم. نعم. شوفي عزيزتي، الملفات المهمة والملفات الأساسية ربما في العراق أغلبها، لا أقول جميعها حتى لا يقال عمم، ولكن أغلبها تخضع للأهواء السياسية والمصلحة السياسية. عندما يتكلم البعض دائما يبحث أو يعزف على أوتار تهم ناخبيه أو جمهوره أو القاعدة التي يرتكزون عليها. كل طرف يبحث عن المصلحة التي يراها من الزاوية التي هو يبحث عنها، بالوقت الذي علينا أن نؤكد وأن يكون شعار الجميع هو الوطن والمواطن. المواطن، المواطن العراقي بعيدا عن التسميات المكوناتية والفئوية والطائفية وغيرها، هذا مواطن عراقي لا يخضع إلى الدين والمذهب والعقيدة وغيرها، بقدر ما الانتماء للوطن والبحث عن مصير هذا المواطن ومعرفة مصير هذا المواطن. موضوع الإرهابيين، موضوع الذين ارتبطوا بجهات إرهابية، الذين كانوا مع جهات إرهابية، صدقيني يعرف الجميع لا يوجد مواطن عراقي بمجلس النواب، بسياسة يعمل، بأي مجال يبحث أو يريد أن يخرج إرهابيا أو يدافع عن إرهابيا، لأن الإرهابي بالدرجة الأساس كان لا يفرق بين مواطن وآخر، كان الجميع بالنسبة لدى الإرهابيين، يعني جميع المواطنين هم أهداف بالنسبة للإرهابيين. لذلك لا يوجد مواطن عراقي ولا يوجد سياسي عراقي ولا يوجد أي تسمية عراقية يدافع عن إرهابي أو يريد إخراج إرهابي من السجون. الجميع متفق على هذه النقطة، والجميع يبحث على أن إنزال أشد العقوبات بأي إرهابيين، لكن نحن نتكلم عن الأبرياء، نتكلم عن الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء، على الذين أخذوا وغيبوا وابتعدوا عن أهاليهم، الذين لا يعرف مصيرهم لحد هذه اللحظة. هذا هو المهم، هذا هو الأساس الذي نتكلم عليه. هذه الملفات كما قلت لك ملفات مهمة، يجب أن تكون لها نهاية، يجب أن تنتهي ونبدأ بصفحة جديدة من العيش بالجميع والمواطنة، والابتعاد عن التصريحات التي تحاول أن تثير مشكلات أو تثير نزعات طائفية أو تثير أي أمور أخرى. أنا عتبي على من يبحث عن هذا الخطاب أو يتناول هذا الخطاب، يجب أن يكون خطاب التسامح، خطاب البناء، خطاب الوطن الواحد الموحد هو الذي يتكلم به أي سياسي عراقي. نعم دكتور عمار، نواب تقدم أشاروا في بيانهم إلى وجود انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء التحرير في المحافظات التي تم تحريرها والتي كان يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي. قالوا في بيانهم أحداث جسر بزيبز حاضرة في الأذهان، يعني ما الذي تقرأه من هذه التصريحات؟ يعني شوفي، موضوع جسر بزيبز هذا معروف للجميع. عندما كان السيد العبادي القائد العام للقوات المسلحة في تلك الفترة، صدر توجيه أو صدر قرار بعدم دخول أي مواطنين من محافظة الأنبار أو من المحافظات المحاذية لبغداد إلى محافظة بغداد، هذا معروف للجميع. وامتلأ معبر بزيبز بالآلاف من النساء والأطفال الذين منعوا من دخول العاصمة بغداد وتوجهوا إلى مناطق أخرى في كردستان وفي أجزاء أخرى من العراق. هذا ولذلك أغلب النواب من محافظة الأنبار عانوا من تلك المرحلة وكانوا موجودين في تلك المرحلة، وأعرف الكثير منهم الذين وقفوا على بزيبز ولم يسمح لهم بدخول بغداد. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، موضوع الانتهاكات هي ليست حديث فقط، هنالك العشرات من الفيديوهات التي سربت وتناقلها الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها عن انتهاكات حدثت لأبناء تلك المناطق للصوفية وفي مناطق عديدة من محافظة الأنبار ومن أجزاء أخرى في مناطق أخرى، وموجودة هذه الفيديوهات. من يريد أن يحاسب مثل هؤلاء ومن ارتكبوا هذه الجرائم أو هذه الأمور هي موجودة. ولذلك عندما تكلم البيان، بيان تقدم بهذا الشيء،
هو كان يؤكد على أنه هذه الانتهاكات موجودة وموثقة، ولذلك يجب أن يحاسب من ارتكب هذه الانتهاكات تجاه الأبرياء، ونؤكد مرة أخرى تجاه الأبرياء من المواطنين الذين أخذوا بدون وجه حق. هذا هو الأساس، وهذا هو الذي نبحث عليه، تحقيق العدالة المجتمعية وتحقيق المساواة في التعامل وتحقيق العدل في تطبيق القوانين وفي كل شيء يجب أن يكون على الجميع، خصوصا وأنه هنالك صور مأساوية ما زالت شاخصة في أذهان الكثيرين، وما زال الكثيرين عايشوا تلك المرحلة وشاهدوا تلك المرحلة وما حدث بتلك المرحلة. أكررها مرة أخرى، المسيء والمجرم والإرهابي والقاتل هذا خط أحمر بالتسامح تجاهه، وهذا يجب أن يكون به أو تنزل به أشد العقوبات. أما الأبرياء والذين لم تثبت إدانتهم أو لم يكن لديهم سجل إرهابي أو عملوا شيء، هؤلاء نبحث عن حقوقهم، هؤلاء هم الأبرياء الذين يجب أن يتعايشوا ويكونوا جزء من المجتمع والبناء العراقي. نعم، من بغداد الدكتور عمر العزاوي رئيس مركز اليرموك للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك.